تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج نبض الاقتصاد. في واحد من أكثر المشاريع تحديا وأكثرها تعقيدا في مشاريع الهندسة البحرية في العالم، افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى اليوم مشروع غاز برزان في مدينة راس لفان الصناعية. يتغذى هذا المشروع بالغاز الطبيعي من حقل الشمال، وسيوفر الغاز لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه في الدولة، كما سيوفر المواد الأولية للصناعات البتروكيماوية المحلية، بالإضافة إلى منتجات بترولية من مكثفات وغاز البترول المسال لتصديرها للأسواق العالمية. وقد تمت تسمية المشروع على اسم برزان التاريخية الشهيرة والمعروفة أيضا باسم أبراج قلعة أم صلال محمد، والتي بنيت في أواخر القرن التاسع عشر. ينتج مشروع غاز برزان للغاز ما يقارب من 1.4 مليار قدم مكعب من غاز الميثان يومياً لتوليد الكهرباء المحلية، و1920 طناً من الإيثان يومياً كمادة أولية للصناعات البتروكيماوية المحلية، وغاز البترول المسال على شكل 864 طناً من البروبان يومياً، و677 طناً من البوتان يومياً للتصدير الدولي، و5600 برميل من مكثفات المصانع يومياً للتصدير الدولي، و24000 برميل من مكثفات الحقول غير المعالجة يومياً تسلم إلى مصفات لفان، و3565 طن من الكبريت السائل يومياً. وتقوم قطر غاز بتشغيل مشروع غاز برزان بالنيابة عن مساهميها قطر للطاقة بنسبة 93% وإكسوموبل بنسبة 7%. اليوم تقترب دولة قطر خطوة أخرى في بناء محور عالمي نابض بالحياة. لم يحصل تغيير بهذا القدر وبهذه السرعة من قبل في اتجاه جديد نحو الريادة في إنتاج وتصدير الغاز. فاصل قصير ولنا عودة، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة في نبض الاقتصاد. نرحب وإياكم بضيف حلقتنا لهذا الأسبوع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقا. حياك الله سعادة الوزير، نشكر لكم قبول دعوتنا في تلفزيون قطر لهذا اللقاء حول واحد من أكثر المشاريع إثارة برزان للغاز. القصة طويلة لهذا المشروع الضخم سعادة الوزير، منذ العام 2011 وضع حجر الأساس، وقبل سنوات من التخطيط عصرتها وكنت مسؤولا في جانب كبير منها عن هذا المشروع. ما هي قصة مشروع برزان للغاز؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع برزان للغاز كان مخطط له أن يكون للاحتياجات المحلية. قطر كانت مقبلة على تنمية كبيرة جدا، وأيضا هناك احتياج توسعي للكهرباء، وكان أيضا أن احنا يعني أيضا أجت بعد أيضا أن قطر رشحت لكأس العالم، وكان من وراء هذا الترشيح بأن هذا سوف يكون احتياجات السوق المحلي للغاز خاصة للكهرباء احتياجات كبيرة جدا. ولذلك قررنا تنفيذ هذا المشروع وأن يكون فقط للاستهلاك المحلي. طبعا وقع المشروع سنة 2011 كما قلت مع شركة كورية، وهذه الشركة طبعا هي أسندت لها الأعمال، ولكن مع الأسف بعد ما اكتمل المشروع اكتشف بأن الأنابيب اللي قامت بها الشركة أخرى أسندت إليها الشركة الرئيسية وهي شركة يابانية، كانت هناك عيوب فنية كبيرة جدا، مما اضطر إدارة المشروع إلى توقيف المشروع، وأيضا ودخلنا يعني في مع الشركة الكورية في تحكيم دولي. طبعا انتهى هذا التحكيم لصالحنا، وهي شركة تحملت كل تكاليف تصنيع الأنابيب من جديد، وهذا طبعا ما أدى إلى تأخير كبير على المشروع. لكن أيضا كما تعلم أن يتأخر المشروع أفضل من أن تكون هناك يعني بيكون يعني كارثة على المشروع لو اشتغلت هذه الأنابيب واكتشف ما بعد بأنها غير صالحة. فهذا ما أخرها، لكن الآن الحمد لله اليوم يعني صاحب السمو أمير البلاد المفدى دشن هذا المشروع، والآن أصبح هذا المشروع مثل ما قلت أنت يتكون من 1400 قدم مكعب من الغاز، وهناك مشتقات أيضا في لأن غازنا لله الحمد أيضا ما يسمى بالليكويد غاز، أيضا عنده يعني منتجات أخرى أيضا جيدة جدا مثل الإيثين، والإيثين هذا هو الأساس لتحويله إلى إيثيلين، وثم الإيثيلين تحويله إلى البوإيثيلين وغيرها من المواد البتروكيماويات. أيضا هناك الكوندنسيت، وهو كما نعلم هو بترول خفيف وله ميزات كبرى، وهو أيضا حتى يعني سعره في السوق العالمي أعلى من سعر البترول، وهذا أيضا سوف يضيف من كل كوندنسيت المصنع أو الكوندنسيت حوالي تقريبا 30,000 برميل في اليوم، وهذا أيضا عامل محتوى. وأيضا البي جي اللي هو البروبين والبوتين، وهي مواد مهمة جدا كانت في صناعة البتروكيماويات أو في الاستعمال الطبخ غاز الطبخ في العالم، وهذا أيضا لها يعني قيمة مضافة في السوق. لذلك أيضا في أشياء كثيرة سوف تقوم بالتصدير، والغاز المحلي سوف يكون للاستهلاك المحلي. يعني سعادة الوزير كما تحدثت منتجات كثيرة سينتجها مشروع برزان، أغلب
كما هو الشعار، يعني هو من قطر إلى قطر في أغلب المنتجات التي سينتجها هذا المشروع، وأيضا جزء لا بأس به سيكون مخصص أيضا للتصدير. أي صحيح، طبعا هو لما الشعار يعني قصد به من قطر إلى قطر أن يعني هذا الإنتاج الغاز هو سوف يكون للاستهلاك المحلي خاصة للكهرباء أو بعض حتى ممكن في المستقبل دعم بعض المصانع التي تعتمد على الغاز مثل الأسمدة الكيماوية واللي هو يسمونه الميثين واللي هو يروح على الأسمدة الكيماوية أو الميثانول أو غيرها. هذا طبعا هو هذا له أهميته يعني، وطبعا كما تعلم قطر اليوم ولله الحمد يعني طبعا على التنمية السريعة وفي الآن اللي قطر يعني حققت فيه مسافات طويلة سوف تكون يعني محتاج هذا الغاز أيضا، محتاج لهذا التطوير والتنمية، أيضا تطوير الكهرباء. اليوم بدون كهرباء طبعا تعرف أن العالم يواجه مشاكل في الكهرباء يعني في دول كبيرة، يعني سبب انتكاساتها الاقتصادية وسبب عدم نموها هو النقص في الكهرباء. ولذلك قطر يعني أنا أتذكر لما دمجت وزارة الكهرباء والماء إلى وزارة الطاقة، فيعني وأنا في الأخير قررت أن وزارة أن نلغي وزارة الكهرباء والماء بتاتا وننشئ مؤسسة بديلة اللي هي كهرباء اللي هي مسؤولة عن الترانسميشن والترانسميشن والديستريبيوشن، وأيضا هي المشتري للمنتج الكهرباء والماء من شركة قطر الكهرباء أو الشركات الأخرى التي تنتج الكهرباء والماء. مما كان يعني في لما أنا يعني توليت يعني أيضا مسؤول عن الكهرباء، كان هناك قطر تعيش على محطة واحدة فقط اللي هي راس بوفنطاس، وكان هذا يعني يسبب مشكلة كبيرة ويسبب يعني يعني لو صار أي شيء في المحطة هذه يعني بيكون قطر في بلاك أوت ولا لثلاث أربع سنوات. لذلك احنا قمنا بسياسة مستعجلة لبناء محطات كهرباء ومنتشرة جغرافيا، أكانت في الشمال أو في الغرب أو في الجنوب، وربطناها بالشبكة القومية. فهذا أصبحت الإنتاج ارتفع في خلال سنوات من 1800 ميجاوات إلى 9500 ميجاوات. وهذا ما جعل قطر هي الدولة الوحيدة في الخليج في ذلك الوقت لديها فائض في الإنتاج حوالي 3000 ميجاوات. ومن خلال شبكة الخليج قمنا يعني ببيع كهرباء لبعض الدول الخليج في الصيف. فاحنا طبعا الان الكهرباء سوف ايضا بنيت محطات جديده، وسوف يعني سوف يكون يعني لازم المشاريع الكهربائيه تواكب التقدم والتطوير اللي حاصل في هذا في دوله قطر. طبعا هذا بداناه مع سمو الامير الوالد، وكان هو حريص جدا على هذا المشاريع. ايضا سمو الشيخ تميم حفظه الله ايضا وهو يكمل المسيره، وشفنا الان المشاريع هي ايضا لم تتوقف ابدا. هناك ايضا مشاريع ضخمه للغاز قادمه اللي هو رفع انتاج الغاز من 77 ال ان جي من 77 مليون طن الى 126 طن. وهذا ايضا وايضا لدينا مشروع في امريكا اللي احنا طبعا في وقته بنينا اكبر تيرمينال لاستقبال الغاز المسال في الولايات المتحده الامريكيه في ولايه تكساس في ما يسمى بالجولدن باس. لكن عندما اكتمل المشروع فجاه طلع علينا ما يسمى بالشيل غاز او الغاز الصخري، وما نزلت اسعار الالنجي في الولايات المتحده على المليون بي تي يو من 15 دولار الى دولارين وثلاث دولارات، مما حتى لا يغطي تكلفه الشحن. لذلك قررنا يعني ان احنا خلاص ما نصدر الى هذا المشروع. وتواحدت في ذاك الوقت مع السيد ريك سيلرسون اللي كان في ذاك الوقت هو رئيس شركه اكسون موبيل، وطرحنا فكره ان ليش ما نحول ما دام الان الشيل غاز يعني
أصبح ينتج بكميات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأسعار مناسبة. لماذا لا نحول هذا التيرمينال من تصدير إلى من يعني أنك تورد له إلى أنك تصدر منه LNG؟ وفعلا يعني بعد سنوات من مفاوضات مع وزارة الطاقة استطعنا الحصول على كل التراخيص، والآن هو في التنفيذ، وقد احتمال أن في 2024 أو 25 سوف يكون في الفيز 1 حوالي 10 ملايين طن، وهذا سوف يتجه معظم إنتاجه إلى أوروبا. والإحنا اللي نصدره إلى أوروبا سوف نعمل ريليس من يعني بيكون هو اللي يروح من أوروبا من أمريكا، واللي نصدره إلى أوروبا إحنا هنروح نصدره إلى دول آسيوية أو دول في الشرق الأوسط أو أخرى. لذلك يعني هذا المشاريع الجبارة تفضل. نعم، إذا ما كان واحد من أهداف المشروع الرئيسية أنه سيوفر الغاز لأغراض توليد الكهرباء، وأنت بالتأكيد عاصرت فترة مهمة جدا خلال السنوات الماضية من شح في الكهرباء كما ذكرت إلى تصدير الكهرباء وتحقيق فوائد نتيجة الاستثمار الهائل والكبير في بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ولتحلية المياه، ماذا نفهم من خلال أنه مشروع برزان سيقوم ب دعنا نقول المسؤولية الكاملة عن تزويد الغاز لكل هذه المحطات؟ هل قطر اليوم مع كل هذا الفائض الذي تحققه في الكهرباء لديها تطلعات أكبر للاستثمار أكثر في محطات قادمة للكهرباء لتوليد الكهرباء؟ لا، هو يعني لا، برزان الحين لن يحل محل أن الآن كل الشركات الكهرباء كلها طبعا قطر للبترول هي اللي تبيع لها الغاز. طبعا هذا الغاز ال 1400 قدم مكعب هذا ايضا سوف ايضا للتوسعات الجديده في اكانت في نفس المحطات الكهرباء الحاليه او في مشاريع جديده. صحيح. لانك انت لازم تكون عندك ضمانه ان هذا التزويد والاستمرار بالغاز سوف يكون له استمراريته، يعني ولا ان تشعر ان بعض يعني ان هناك في نقص او لا، وهذا هو بيكون هو الباك سبورت للشركات الحاليه وايضا للتوسعات وايضا للمشاريع الجديده. نعم نعم. اليوم ايضا اذا ما كان ايضا من مهام هذا المشروع الضخم انه سيوفر المواد الاوليه للصناعات البتروكيماويه المحليه بالاضافه الى منتجات بتروليه من مكثفات وغاز البترول المسال، هي فرصه ايضا سعادتك للحديث عن مكانة قطر اليوم في صناعه البتروكيماويات. قطر طبعا اليوم هي صارت يعني طبعا من اكبر المصدرين للبتروكيماويات والاسمده الكيماويه وايضا يعني للميثانول والام تي بي والاي دي سي والفي سي ام، وايضا احنا نصنع يعني ايضا من كبار الصناع في الشرق الاوسط لماده الالمنيوم، وهي ماده مهمه جدا وعليه طلب كبير في السوق العالمي. وايضا يعني احنا نشوف الان كل هذه قطر الان من يوم انا طبعا الى 2011 لما طلعت من الوزاره كنا احنا نصدر الى 95 دوله في العالم من هالمشتقات. وهذا طبعا ما جعل قطر يعني ايضا من كبار المصدرين للاسمده الكيماويه في العالم والبتروكيماويات على اختلاف، وهذا ما يؤكد ان دور قطر فقط مش بس لتصدير الغاز ايضا لتصنيع الغاز. وهذه هي استراتيجية مهمة جدا ان احنا لا نكون فقط مصدرين للغاز او للغاز المسال، بل بالعكس ايضا لازم يكون هناك جزء كبير من هذا الغاز للتصنيع، والتصنيع تدري له اهمية وله قيمة مضافة، غير انك تصدر المواد ايضا تخلق فرص عمل ممتازة جدا، ايضا تخلق لك يعني أنك أنت تدخل في عالم التكنولوجيا وتتفهم ما هذه الصناعات، وأيضا تنشئ جيل من القطريين الآن ولا يعني يكون يعني يكون يعلم ويفهم كل أسرار هذه الصناعة. وإحنا الحمد لله يعني إحنا اليوم حتى كان كل مصانعنا وكل ما كلها
تحولت من كانت في الماضي إدارات إلى أن كلها إدارة قطرية بحتة، من المدير العام إلى أو الرئيس التنفيذي لهذه الشركات إلى مدير التسويق ومدير الصيانة ومدير التجاري. وهذا ممهد يعني أنك أنت اليوم إحنا كلنا نفتخر ما وصلت له قطر، أن هي بدأت أيضا تتنوع في عملية الاستقلال الأمثل للغاز القطري. يوصف المشروع سعادة الوزير بأنه من أكثر المشاريع تحديا، وأنه مر بصعوبات كبيرة جدا هندسية، هو واحد من أكثر المشاريع يعني الهندسة البحرية تعقيدا، ما هو السبب؟ هو مثل ما قلت لك في البداية، يعني السبب هي أخطاء من المقاول الرئيسي والسب كونتراكترز أو يعني المقاولين اللي معاه اللي جابهم، مثل هذا الشركة اليابانية اللي أعطيت اللي وهي خبيرة في صناعة البيبات والأنابيب، لكن كانت هناك أخطاء كبيرة في اللحام أو في ما أدى إلى أن كان هناك بدأ الغاز يعني خطور أنه يكون يعني يتسرب من هذه الأكواع. نعم، تعرف لما يسوي بيبات يكون بينهم أكواع، فهنا يعني إدارة المشروع هي إدارة على أعلى المستويات يعني أوقفت المشروع بالكامل، وقالت للشركة الرئيسية أن هذا في خطأ كبير جدا وخطأ خطير. فكانوا دخلوا معاهم يعني في تفاوضات وهذا وكان، وثم راحوا إلى المحكمة التجارية الدولية، وبعد فترة من الزمن ربح قطر انرجي ربحت القضية والشركة الكورية تعهدت بأن هي تقوم بالإصلاح وتقوم ببناء إعادة بناء الأنابيب على يعني على تكلفته من جديد. وفعلا هذا ما تم، وهو يعني صحيح يعني في كل المشاريع أحيانا تواجهك مشاكل مع المقاول الرئيسي أو مع يعني مع أن الشركة اليابانية الكورية واليابانية شركات عالمية ومشهورة ويعني وعملت مشاريع ضخمة مثل هذه مشابهة للمشاريع، لكن حصل خطأ فني. نعم، وخطأ فني ليس بالسهولة. نعم، لأنك لما تعيد بناء كل الأنابيب هذه تأخذ فترة زمنية على الأقل 36 شهر لإعادة بناء الأنابيب على أسس صحيحة، وهذا ما تم. أخيرا المشروع ولله الحمد اكتمل وبدأ في الإنتاج، وهذا هو الأهم. صحيح، هي أيضا فرصة للحديث عن إكسون موبيل الشريك شركاء في هذا المشروع. لماذا إكسون موبيل تحديدا سعادة الوزير؟ نعم، لا هو شركة، شوف أنت أحيانا شركة إكسون موبيل أيضا شريك رئيسي في بعض مشاريعنا للإنجي يعني كانت ولذلك احنا لما كنا نريد يعني تكنيكال سبورت ايضا مهم. فاكسون موبيل لو لاحظت ان قطر البترول تملك 93%، احنا اعطينا اكسون موبيل 9%، وهي كانت يعني حقيقه في كثير من الشركات ترفض هذا النسبه كبيره، لكن اكسون موبيل وافقت يعني بما لها من مصالح أخرى في قطر، ولها يعني أصبحت شريك رئيسي في صناعة الغاز الـLNG. فلذلك يعني احنا نشكر إكسون موبيل على هذا الموقف وأن قبولها بهذه النسبة البسيطة، وأعطى أيضا هي ساهمت في المشروع بتكنيكال سبورت، وهذا هو كان يعني هو ليست يعني لو شوف شراكات إكسون موبيل هي شراكة رمزية تقريبا، ولكن يعني هي احنا نشكرها على هذا السبورت وعلى هذا اللي قدمته للمشروع. سعادة الوزير، هل من عمر افتراضي لهذا المشروع او هذه الحقول؟ وشوف المشاريع طبعا عمرها الافتراضي يعني قد تكون يعني يعني لها يعني صحيح لها عمر افتراضي، لكن هناك ايضا ما يسمى بالصيانه. انت كل مره الصين هذه وتغير يعني على كل ما قدم البيبات او تغير الاجهزه او تغير الاشياء، لذلك يعني ما اعتقد يعني ان المشاريع تقدر تاخذها. يعني الحين تشوف قطر غاز مرت عليه 25 سنه وما زال في الانتاج وما زال في حاله جيده جدا.
لأنك أنت لازم تحرص على الصيانة الشمولية. أنت تعرف كل 3 سنوات أو 4 سنوات أو يصير المصنع في المصنع يصير يقولون له عن الصيانة الشاملة ويأخذ حوالي بين 3 أشهر و4 أشهر يعني ويتوقف المصنع يعني. وأنت طبعا هذه ما يسمى التوقف المجدول يعني له جدولة وما يتوقف كل المصانع مرة واحدة يعني تأخذها واحدة واحدة ولها يعني خريطة طريق على أساس أن أنت تحرص على أن ما يكون هناك دروب في الإنتاج ولا شيء. وهذا هو ما يحصل. لكن المهم أنك تحرص على الصيانة الدورية وأن يعني دائما تكون تو أبجريد المصنع على أحدث يعني المعدات أيضا أو أحدث التكنولوجيا الحديثة. نعم نعم سنعود إليك سعادة الوزير. لكن مشاهدة الكرام في كلمة ألقاها أيضا في حفل المشروع تحدث سعادة المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة عن أهداف وأهمية مشروع غاز برزان لدولة قطر بالإضافة إلى حجم إنتاج المشروع. وأكد سعادته على أن المشروع يعد واحد من أهم مشاريع الطاقة في دولة قطر، سيضيف قيمة نوعية عالية في تلبية احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي. نستمع. يشرفني أن أرحب بكم في افتتاح مشروع برزان للغاز الذي تساهم فيه قطر للطاقة بنسبة 93% مع إكسون موبل بنسبة 7%. وهذا المشروع يعد واحد من أهم مشاريع الطاقة في دولة قطر، والذي يضيف قيمة نوعية عالية في تلبية احتياجاتنا المحلية من الغاز الطبيعي وفي دعم التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي للدولة. يهدف هذا المشروع إلى إنتاج ما يقارب من 1.4 مليار قدم مكعب يومياً من غاز الميثان لتغذية شبكة الغاز الوطنية للاستخدام في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، و1920 طن يومياً من الإيثان كمادة أولية للصناعات البتروكيمية المحلية، وحوالي 1541 طن يومياً من غاز البترول المسال للتصدير، وحوالي 30,000 برميل يومياً من المكثفات، و3565 طن يومياً من الكبريت السائل. ومن خلال هذه المنتجات المتنوعة لمشروع برزان نكون قد حققنا أحد أهدافنا المستمرة للاستغلال الأمثل لموارد حقل الشمال، ووفرنا الطاقة التي تحتاجها محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمشاريع التنموية الكبيرة في الدولة، بالإضافة إلى منشآت استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وغيرها من المشاريع الهامة والاستراتيجية. سيدي حضرة صاحب السمو، الضيوف الكرام، لقد عملت فرق العمل في قطر غاز في ظروف مليئة بالتحديات، وصل خلالها عدد العمال في الموقع إلى 30,000 عامل، وأنجزوا 130 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي حادث مهدر للوقت، إذ كان عامل الأمن والسلامة محور اهتمامنا في تنفيذ هذا المشروع، كما تمت دراسة مختلف أوجه التأثير البيئي لجميع مراحل ومناطق المشروع، وتم اتخاذ أفضل التدابير لضمان أعلى معايير حماية البيئة والتنوع البيولوجي. مشاهدي الكرام، دعونا قبل العودة لسعادة الوزير ننتقل بكم إلى تقرير مفصل عن حقل أو مشروع برزان للغاز بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أرسلت دولة قطر رؤية استراتيجية بحلول عام 2030 تهدف إلى تحويل الدولة إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستوى عال من العيش الكريم لجميع أفراده. مع ترسيخ الريادة العالمية لقطاع الطاقة في دولة قطر، شرعت قطر للطاقة في مسيرة طموحة من أجل ضمان استدامة إمدادات الطاقة ودعم النمو الصناعي والازدهار الاقتصادي في دولة قطر. بفضل توجيهات ودعم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله ورعاه، يشهد قطاع الطاقة القطري نمواً كبيراً داخل وخارج الدولة. داخلياً كما قد أعلنا في السابق،
سنرفع إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2026 بحول الله. ومشروع برزان الذي نحتفي به اليوم هو مشروع استراتيجي هام جداً، حيث أنه يغذي قطاع هام جداً وهو قطاع الكهرباء وتحلية المياه، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والبتروكيماويات. واجه مشروع برزان مصاعب كثيرة في تشييد المشروع، ولكن لتضافر الجهود من جميع الشركاء والقائمين على المشروع لله الحمد اجتزنا هذه المرحلة، واليوم نفرح بانتهاء هذا المشروع وتشييده. وأخيرا أود أن أشكر جميع الشركاء، قطر للطاقة، إكسون موبيل، وقطر غاز التي قامت بتشييد المشروع، على جهودهم وعملهم كفريق واحد لإنجاز هذا المشروع. يمثل مشروع غاز برزان دليلاً واضحاً على التزام دولة قطر بأن تكون مزوداً عالمياً للطاقة. يعد مشروع غاز برزان الضخم ثمرة نجاح لجهود مشتركة وتعاون استثنائي بين قطر للطاقة وقطر غاز ومقاولين المشروع لضمان تنفيذ المشروع بشكل آمن وناجح. وتأتي السلامة في مقدمة أولويات عملياتنا ومرافقنا، وأنا فخور للغاية بأداء عمليات المشروع، لا سيما بعد بدء الإنتاج وانضمام مصنع برزان لمجموعة أصول ومرافق قطر غاز التشغيلية. أتقدم بالشكر لمساهمينا على تكليفنا بتنفيذ هذا المشروع وإنجازه على أرض الواقع، والشكر أيضا موصول لفريق المشروع الذي عمل بلا كلل لضمان تسليمه بنجاح. ExxonMobil is proud to join QatarEnergy in celebrating the startup of the Barzan Gas Project. I extend my warmest and most sincere congratulations to His Highness the Emir, the people of Qatar, and our distinguished partner QatarEnergy on reaching this historic milestone. The project will provide sufficient gas to the state of Qatar's domestic market to meet the growing need for natural gas well into the future. احنا صممنا مشروع برزان العملاق باستخدام اعلى معايير البيئه والصحه والسلامه، وكان هدفنا الوفاء بمتطلبات التشريعات واللوائح النافذه في دوله قطر. فعلى سبيل المثال احنا صممنا مصنع برزان للغاز بشكل يلبي متطلبات خفض معدلات حرق الغاز في الشعب بمعدل تقريبا 0.1% من الغاز اللقيم، وهو معدل غير مسبوق اذا قارناه بالمشاريع السابقه. وايضا جهزنا المصنع بأحدث تقنيات التحكم في بعاثات أكاسيد النيتروجين وتخفيضها من 25 إلى 9 أجزاء من المليون، وزودنا المصنع بتكنولوجيا متطورة لتدبير المياه العادمة المستخدمة في عمليات المعالجة وتحويلها إلى مياه صالحة للري. وإحنا أيضا فخورين بأن ركزنا على البيئة البحرية، وخص بالذكر حماية التنوع البيئي الحيوي، فقد تم نقل تقريبا أكثر من 1600 من الشعاب المرجانية من ممرات خطوط الأنابيب القريبة من الشاطئ إلى محميات بحرية. وأيضا تم تثبيت أكثر من 200 وحدة من الشعاب المرجانية الاصطناعية في نفس المحميات، والهدف كان مساعدة في تنمية هذه البيئة البحرية. شهدت دولة قطر نموا اقتصاديا مميزا ولله الحمد كنتيجة للتنمية المسؤولة لموارد الطاقة في الدولة، وسوف يساهم الغاز المنتج من مشروع برزان بإذن الله في ضمان الاكتفاء الذاتي وأمن الطاقة في الدولة، حيث ينتج المشروع حوالي 1.4 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز لتزويد محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه بالدولة، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل غاز البترول المسال والمكثفات وغاز الهيليوم والكبريت التي يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية. ينقل الغاز المستخرج من المرافق البحرية إلى المرافق البرية عبر خط أنابيب، حيث تتم معالجته ومن ثم إنتاج الغاز الطبيعي الملائم لتزويد شبكة الكهرباء الوطنية. استطعنا بحمد الله تعالى بناء مصنع من طراز عالمي، معتمدين في ذلك على الخبرات المشتركة والالتزام وقدرة الشركات الوطنية والعالمية وموظفي قطر غاز على التصدي للتحديات. وأثناء عملية البناء، وبينما وصل عدد العمال إلى ذروته عند 30 ألف عامل من 57 دولة
في الموقع، حقق هذا المشروع أداء متميزا على صعيد السلام، إذ تم إنجاز أكثر من 130 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي حادث مقعد عن العمل، ويعد هذا إنجازا عالميا نفتخر به جميعا في دولة قطر. شاركت العمليات البرية مع فرق المشروع في عمل تنفيذ هذا المرفق الجديد لضمان تسليمه بشكل آمن وموثوق من أجل الوصول بالأداء التشغيلي إلى المستوى الأمثل. ولقد اجتزنا اختبارات الأداء الشامل بنجاح والحمد لله، لنؤكد بذلك على استمرار العمليات الموثوقة للمرافق على النحو الذي صممت من أجله. لقد عملت فرق قطرغاز في إدارة المشاريع والعمليات البحرية والتوسعة والتشغيل جنباً إلى جنب مع مقاولين، وبذلوا جهداً كبيراً لتنفيذ مشروع بهذا النطاق والحجم، وتضمن ذلك تسليم أكبر خطي أنابيب بحرية مصنوعين من المعدن المقاوم للتآكل وأكبر طلبية أنابيب في العالم، بالإضافة إلى مطابقة أكثر المواصفات الفنية صرامة. وكلنا ثقة بأن فرق العمل في قطر غاز قادرة على الاستمرار في العطاء وتشغيل هذه المنشآت الحيوية بأعلى مواصفات الأمان والموثوقية. مشروع غاز برزان من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعزز إحراز التقدم المستدام في دولة قطر. عصر جديد من الازدهار، من قطر إلى قطر. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، نعود وإياكم إلى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة. سابقا نرحب بك من جديد سعادة الوزير، والسؤال عن كل ما ينتج مشروع برزان للغاز من إيثان، من صناعات بتروكيماوية، من بوتان إلى آخره من المشتقات الكثيرة إلى الغاز الطبيعي المسال، ما هي القيمة المالية والربحية في أسعار اليوم مع ارتفاع أسعار النفط والغاز لكل هذه المشتقات؟ والله يعني من الصعوبة الآن أنك أنت الآن، أنا أعتقد أن أسعار النفط اليوم هي ليست أسعار حقيقية، هناك جزء ما يسمى بالجيوبوليتكس برايس أو السعر السياسي، لأن في أزمة الأزمة الآن والحرب بين روسيا وكرواتيا جعل يعني أصبح العالم في تخوف كبير، وأيضا جات فرصة للمضاربين أن يعني أن يدخلون السوق بقوة، وأيضا أن هم يعني يستفيدون من هذا الوقت والآن وهالتضارب، وأيضا ينشرون إشاعات بأن أسعار النفط سوف تصل $300 وعشان يشجعون الناس في التحول إلى الاستثمار في وشراء سند يعني ما يسمى بالكونتراكت أي بالشراء بترول ورقي. لذلك أنا أقول لو انتهت اليوم الأزمة كرواتيا وروسيا مثلا على سبيل المثال، هناك حوالي في نظري حوالي $60-$70 هو سعر يتعلق أو ما يسمى بالجيوبوليتكس برايس. لذلك من الصعوبة في مكان الآن أن تبني مايكرو إيكونوميك موديل عن الأسعار، يعني خلينا احنا دائما في السيناريو كنا ناخذ مثلا بذاك الوقت لما ندرس أي مشروع نكون نقول والله هذا المشروع احنا نبنيه على مثلا $18 كبيس، يعني وأيضا احنا نروح عندنا لو كيس ميد كيس أو هاي كيس، فالأسعار تتقلب وايد. ولكن لما احنا ناخذ سعر معين نقول والله السعر على $70 او $80، قد انت تبني ايضا او تقدر تبني على $100 او تقدر تبني على $60 او اقل او لذلك هذه الحسبه تتغير بين كل بين يعني فتره وفتره. على سبيل المثال مثل ما قلنا $30,000 الكوندنسيت لهم سعر طبعا واعلى حتى من سعر البترول وعليه طلب، لذلك انت اذا اخذت هذا السعر، اذا كان اليوم سعر البترول مثلا خلينا نقول $120 او شيء، هو اعلى بشوي، لذلك انت تتوقع انه
كل شيء له سعره، البروبين والبيوتين ايضا لهم اسعارهم. ايضا يعني في لما تاخذ اسعار الكبريت مثلا على سبيل المثال متقلب. احيانا انا اذكر في ذاك الوقت وصل $300 وفي بعدين نزل الى 50 او $30. فهو كل الاسعار انت لازم يعني تضمن ان هي تبني لها سنيورهات مختلفه وعلى اسعار مختلفه. ولذلك انا اقول في النهايه هذه كلها بتكون قيمه مضافه، وهذا انت كما تعلم از باي برودكتس، يعني باي برودكتس كانك انت زيرو كوست. يعني انت عملت هذا المصنع لانتاج 1400 قدم مكعب، صح؟ اذا هذه المنتجات الثانيه هي ايضا باي برودكتس، يعني قيمتها ما لها تكلفه لكن لها قيمه مضافه ممتازه جدا، وسوف يعني بتكون يعني بيكون الدوله من بيع ال بي جي والكوندنسيت والكبريت. يعني انا في نظري يعني بيكون هناك مئات الملايين الدولارات سنويا من هذه العائدات، وايضا انت تضاف الى الكميه الكوندنسيت الموجوده عندك. ولا تنسى ان احنا بنينا في الماضي اكبر مصفاه لتكرير الكوندنسيت او المكثفات. فهذا يعني احنا ايضا تدخل في السيستم، تدخل ايضا تقدر تتكررها، تقدر تبيعها كخام، كل هذه الامور هي تعطيك قيمه مضافه لهذه المنتجات. انت كما انت تعلم ان في طلب كبير على ال بي جي، ال بي جي هو اللي هو يسمونه غاز البترول ولا شيء، هو ال بي جي اللي هو بروبين وبيوتين. هذا ال بي جي ايضا له اهميته ولا سوق العالمي وعليه طلب كبير. لذلك كل هذه المنتجات، وايضا هناك جزء في الغاز في راس في برزان الغاز اللي منتج من برزان، هناك جزء من الهيليوم، وايضا هذا سوف يعني سوف تاخذه. واحنا كل غازنا في نسبه من الهيليوم، والهيليوم تعرف غاز خفيف مطلوب وايضا اسعاره عاليه جدا. واحنا اليوم اصبحنا اكبر مصدرين هيليوم في العالم منذ وقت طويل. يعني احنا لما علمنا ان هناك هيليوم، انا اذكر في ذلك الوقت اصدرت قرار بان يجب تصنيع الهيليوم وليس تو انجكتد، يعني انك تضيء الى الانجي وغيره. فلذلك من ذلك الوقت اصبحنا اكبر مصدرين للهيليوم في العالم، وهذا ايضا غاز يعني مثل ما قلت لك دخل ممتاز جدا، وغاز خفيف وغاز مطلوب في العالم ويعتبر من الغازات النادرة. نعم. ولذلك كلها هذه إضافات جيدة جدا، ومثل ما قلت لك احنا نعتبرها باي برودكتس. نعم. انتاج اضافي. نعم. يعني تاخذه مع والتكلفة كلها على انشاء المصنع وعلى تأثيره، وتاخذه وانت تبيعه او تكرره او تستعمله في البتروكيماويات عندك مثلا الإيثين. يعني ممكن انت الإيثين ايضا احنا نتوسع في مصانع البتروكيماويات عندنا بدل ما نصدره، وما تصدر الإيثين انت طبعا لازم تحوله الى إيثيلين. والإيثيلين احنا طبعا عندنا إيثيلين كراكرز كبار جدا، ومصانع البتروكيماويات، واحنا بنينا مصنع إيثيلين كراكر في راس لفان، واحد من اكبر المصانع في العالم، ومدينا انبوب من راس لفان الى مسعيد لتوسيعة قطر البتروكيماويات وشركة، وايضا كيو كيم 1 و 2 و 3، وهي كلها المصانع البتروكيماويات اللي يعني طبعا تنتج الإيثيلين والبوليثيلين ومنتجاته. ولذلك احنا يعني لا ناخذ هذه الامور بمقياس مالي محدد، انما احنا نتابع السوق، وايضا والسوق يكون في حالات ايضا مرتفع جدا، واحيانا يعني يهبط، واحيانا يكون يعني في، لذلك لا تستطيع ان تبني سيناريو معين عن دخل ايراداتك الا اذا تاخذ، طبعا احنا دائما نستعملها نتوقع ما هو السعر. مثل احنا الان لما نعد موازنه، الان اكانت موازنه الدوله او موازنه مؤسسه البترول وغيره او قطر انرجي، الان احنا كنا
ان نعمل سيناريو ونقول سعر البترول ناخذه في الموازنه $60 مثلا، يكون سعر شوي اكبر ولا، لكن افضل انك تاخذ سعر انت يورك يعني من اللي يسمونه الكونسرفاتيف، يعني انك انت يعني السعر تتوقع الأسوأ، ولكن كل ما ارتفع انت في النهايه انت تكون واضح. حققت فائض على سعر الموازنه. نعم. سؤالي الاخير هو يعني الفلسفه في سؤالي الاخير سعادة الوزير، ونحن اليوم كنا نتابع يعني اجواء الافتتاح بتشريف وحضور صاحب السمو امير البلاد المفدى، وانت الى جانبه في لقطات التدشين الى جانب كوكبة كبيرة جدا ايضا من القائمين على قطر للطاقة، ما يعني طبعا اكيد مع سعادة المهندس سعد بشريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. شعورك اليوم وانت تدشن هذا المشروع الكبير والذي عصر جزء كبير منه خلال سنوات ماضية إلى جانب سمو أمير البلاد المفدى؟ والله طبعا اليوم أنا يعني تشرفت يعني بدعوة كريمة من سمو الأمير للمشاركة في حفل تدشين مشروع برزان، ولكني تفاجأت مفاجأة يعني يعني إن لما أجوا عشان إن سمو الأمير يعلن التدشين رسميا أمر أني أنا اللي أدشن المشروع، وهذه كانت مفاجأة لي يعني أتوقع يعني ما أول مرة يعني أن أشوف نفسي يعني سمو، وهذا تكريم أنا أقول يعني تكريم من سمو الأمير، وأنا يعني صراحة يعني أشكر صاحب السمو الأمير شيخ تميم بن خليفة بن حمد بن خليفة الثاني على هذا التكريم وعلى هذا يعني، وطبعا لما أنا قلت له يا طويل العمر هذا يعني انت اللي لازم يعني تدشن الموضوع، قال لي لا انت دشن الموضوع، هذا مشروعك وانت ما قصرت وانت ما، وكانت كلماته يعني جميله جدا. وانا دائما يعني تعرف الانسان يشعر بالفخر والزهو عندما تكرمه عندما يكون خارج الوظيفه وليس من في هو فيها خلال الوظيفه، وهذا يعني طبعا يعني كان لفت يعني انا اعتبرها لفتة كريمة من صاحب السمو، وفعلا يعني أنا اندهشت وقولي أنا حتى خلي أقولي أن صدمت يعني ما كنت وتفاجأت، ولكن لما قلت حاولت أني يعني أقول له يا سمو الأمير هذا أنت اللي يعني العادة أنك أنت اللي تدشن الموضوع، قال لي لا أنت اللي تدشنه، ويعني ولذلك يعني أنا يعني لي يعني أفتخر بهذا ما يعني ما أسدى سمو الأمير حول نحوي، وأشكره كل الشكر والتقدير والاحترام. تستاهل كل خير سعادة الوزير، ونحن أيضا نتقدم بخالص الشكر لك على قبول دعوة تلفزيون قطر لهذه المقابلة. سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقا، نشكرك جزيل الشكر، وبالتأكيد لنا وقفات إن شاء الله في المستقبل معك على هذا التاريخ يعني الرائع لملف النفط والغاز الذي نجني ثماره اليوم، وهو طبعا كان حصيلة سنوات كبيرة طويلة جدا من الإعداد والتخطيط لما وصلت إليه قطر هذا اليوم. شكرا جزيلا لك سعادة الوزير، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام. نلقاكم الثلاثاء المقبل إن شاء الله في ذات الموعد، دمتم بحفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.